عندما ترى رجلا يجمع كل أوسمة الإيمان والتقوى والعقيدة بقربه لله تعالى، ستعلم أن درجة البطولة والشهادة التي حصل عليها هذا القائد لم تأتي إلا بسبب هذه التقوى والإيمان والعقيدة، شخصيتان يجتمعان في نفس الخصال، هم شيخ الشهداء آية الله النمر والشهيد القائد رضا الغسرة. آية الله النمر انطلق وجاهد جبروت الطغيان بالكلمة، وعاد التاريخ إلى 1400 عام كزينب الكبرى، ولم يخيفه ما سيحدث من جهاده بالكلمة المدوية في وجه الطغيان. الشهيد النمر رمز في التوحيد، يعني التوحيد إلى الله والعدل والنبوة والإمامة والمعاد، فكان شيخ الشهداء رمز للتوحيد والعقيدة الصلبة، فكانت الدروس التي يطرحها في التوحيد إلى الله وعقيدة أهل بيت النبوة لم يكتفي بإلقائها على الناس، بل طبقها هو نفسه على أرض الواقع، وتاجر تجارة لن تبور بدمه مع الله تعالى لتعتلي كلمة الحق. سأقول لكم شخصية بجسدين، فكان شيخ الشهداء يصدع بكلماته الجهادية، وشهيدنا القائد رضا الغسرة يدوي جحافل الأعداء بأزيز الرصاص. الشهيد القائد الغسرة لم ينل هذه المرتبة العظيمة بالسهولة، بل بجهد وعمل خالص مع الله تعالى. فكان منطلق الشهيد القائد رضا الغسرة التوحيد إلى الله والرضا من آل محمد، كما كان شيخ الشهداء النمر. لهذا ابتدأ الشهيد القائد عملية سيوف الثار بنداء يا فاطمة الزهراء، واختتم حياته في آخر لحظة بنداء الصديقة يا فاطمة الزهراء عند مقابلة أعداء الحق، فكانت آخر صرخة للشهيد هي يا فاطمة الزهراء. سأتكلم عن الموقف الذي يعتصر قلبي منه إلى الآن، هو آخر لقاء بيني وبين الشهيد الغسرة. بعد 4 أيام من تنفيذ العملية قرر الشهيد الغسرة أن نتفرق لأسباب أمنية، فودعنا بعض ومشينا إلى الباب لنخرج من المكان. عند وصولنا إلى الباب قام الشهيد رضا الغسرة بتوديعنا مرة أخرى، وكأنما يعلم الشهيد بأن هذا هو اللقاء الأخير. ليتني أعلم بأن هذا هو اللقاء الأخير. ليتني أعلم بأن الشخص الذي أمامي شهيدا بعد أيام، لأخذ من تراب قدميه الطاهر وأمسح وجهي بتراب قدميه. إلى الآن يعتصر قلبي عندما أتذكر نظرات الشهيد الأخيرة. أنا ودعت الشهيد رضا الغسرة وهو يبتسم في وجهي، ولا زال ألم الوداع في قلبي إلى الآن. فسعد الله قلب سيدتي ومولاتي زينب، وسعد الله قلوب أمهات الشهداء وأخوتهم. أحمد الله حمدا دائما أبدا بأن أعطاني الله هذه الهدية في الدنيا، بأن أشارك الشهيد القائد رضا الغسرة في عملية جهادية وهي أخذ الثأر
للشهيد آية الله النمر، فطبع الشهيد رضا الغسرى ثأر النمر، فطبع الشهيد رضا الغسرى ثأر النمر على جماجم المرتزقة برصاصات الحق. أسأل الله أن يجعل شهدائنا الأبرار في أعلى العليين، وأن يوفق لنا قتلا في سبيله. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.